استضافت القوات المسلحة الأردنية في مركز الملك عبد الله الثاني لتدريب العمليات الخاصة كاسوتيك مسابقة المحارب الدولية السادسة في الفترة من 30 نيسان وحتى الخامس من أيار الحالي، حيث افتتح البطولة رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق أول الركن مشعل محمد الزبن في مركز الملك عبد الله الثاني لتدريب العمليات الخاصة كاسوتيك بمشاركة 38 فريقا من 19 دولة شقيقة وصديقة. وإليكم مراسم الافتتاح. In this center, where the edge of technology meet the edge of training, since it was opened in 2009. Kasotic has received thousands of trainees all over the world. Some people may question why we have a warrior competition. The simple answer is we are celebrating the warrior competition and the warrior spirit, the camaraderie that grows within those who suffer together to protect their homeland and their people. Those warriors have been engaged and gained experience in combat, as they are willing to share their experience and knowledge with their comrades. However, it's the warrior who trained day and night in every possible climate and in every possible condition, under rigorous condition. He endures the hardship of a soldier life and sacrifice without concern for him to protect humanity. I'm proud to say that amongst all the fine warriors here today, there are three who truly embody the warrior spirit that I speak of: Matt Neiman, Martin Hewitt, Sergeant Umar Harasha. Of our officials who will be managing and the competitive events, all those heroes and warriors have suffered serious injury while in combat. These warriors continue to embody the warrior spirit after their injuries. These heroes are part of Kasotic and Mission X team, who seek to continue to encourage the others. Please join me in a round of applause for those warriors and heroes. I would like to draw your attention for the next 15 minutes to show you 71st capability that we gained for the last couple of years. We will go to action now. ثم شاهد الحضور عرضا قدمته كتيبة مكافحة الإرهاب الخاصة 71 اشتمل على رماية القناصين واقتحام الطائرات وتخليص الرهائن، وعرضا للقتال في المناطق المبنية بمساندة الطائرات العمودية من نوع بلاك هوك وليتل بيرد وباستخدام أحدث الأسلحة والمعدات التي عكست المستوى المميز لوحدات العمليات الخاصة الأردنية، وكذلك الميادين الحديثة والمطورة عملياتيا ولوجستيا وفنيا والتي يوفرها مركز الملك عبد الله الثاني لتدريب العمليات الخاصة وفي مختلف الظروف والبيئات. على المنصة ورجال الخاصة يا
المسابقة التي صممت بتسلسل منظم لتظهر قدرة المشاركين على قوة التحمل والصبر والعمل الجماعي ومهارات الفنون القتالية المختلفة، تتميز هذا العام بالإقبال بزيادة وتنوع عدد المشاركين من فرق العمليات الخاصة ووحدات القناصين وفرق من الأجهزة الأمنية المختلفة، وتضم بالإضافة إلى الأردن الدولة المضيفة كلا من فلسطين، سلوفاكيا، كندا، كازاخستان، أفغانستان، بروناي، لبنان، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، الإمارات العربية المتحدة، روسيا، العراق، ماليزيا، باكستان، المملكة العربية السعودية، البحرين والكويت. تم تأسيس مركز الملك عبد الله الثاني لتدريب العمليات الخاصة عام 2009 بناء على توجيهات من جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية، وتنفيذا لرؤى جلالة الملك بعيدة المدى بسبب الأحداث الإرهابية في العالم بشكل عام وفي الوطن العربي بشكل خاص. كانت رؤية جلالة الملك إنشاء مركز تدريبي عالمي متخصص في عمليات تدريب مكافحة الإرهاب والعمليات الخاصة والمواضيع الأمنية. على ضوء هذا المركز أيضا بنفس توقيت إنشاؤه تم استحداث مسابقة المحارب، أي ابتدأت في عام 2009
وبدأت بثلاث فرق، فرقتين أردنيات وفريق أجنبي أمريكي، إلى أن وصلت إلى حد الآن إلى 19 دولة يمثلهم 35 فريق، وهذه تعتبر نقلة نوعية في مجال مسابقة المحارب الدولية. نتطلع في السنوات القادمة أن يزيد عدد الدول وعدد المشاركين في هذه المسابقة. الجديد في هذه المسابقة في هذا العام أن الوحدات المشاركة والفرق المشاركة في هذه المسابقة هي وحدات عمليات خاصة وقوات خاصة وأجهزة أمنية عاملة. بعض الفرق المشاركة هي وحدات رياضية مدنية. كانت في السنوات الماضية مستوى التنافس أقل من هذه السنة. هذه السنة التنافس على أشده بين هذه الفرق، وبدأ واضحا خلال اليومين الثلاثة اللي مضت قمة شدة التنافس، أما في اليومين اللي ظلوا فراح يكون تنافس أكثر بكثير. مع الإثارة والمهارة والتحمل والصبر وفن استخدام الأسلحة، هنا في الأردن في الطرف الشمالي الشرقي للعاصمة الأردنية عمان، بين ذاك المقطع الصخري ميادين البطولة، ميادين صممت لأعنف أنواع التدريب ضد الإرهاب والتطرف أعداء البشرية والإنسانية. في البداية احنا مستعدين منذ فترة طويلة بحسب توجيهات، قمنا بإعداد الميادين لتتلائم مع هذه الفعاليات من حيث المواصفات ودقة المواصفات وتجريب، وتم فحص هذه جميع هذه الأهداف قبل البدء بعملية المسابقة، وذلك للتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية. تم استشارة الأخواننا في شعبة التدريب لفحص هذه الأهداف. احنا قمنا بتصميمها من الناحية الفنية، وهم فحصونا اياها من الناحية العملياتية للتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية لمثل هذه المناسبات. المحارب مسابقة عالمية سنوية، حيث القوة والتحدي والإثارة، المحارب الدقة والشجاعة والأخلاق. مرحب فيكم مركز ملك عبد الله الثاني بمسابقة المحارب رقم 6. الآن عندنا باليوم الثاني تبدأ ثلاث فعاليات بآن واحد، كل فعالية لها قوانينها الخاص فيها، كل فعاليات الآن تعتمد على التوقيت. الآن عندي الأخطاء تحاسب حسب الخطأ اللي بيكون قام فيه المتسابق. الآن المستوى التنظيمي لهذه المسابقة السادسة لمركز ملك عبد الله الثاني دائما على مستوى عالي جدا. المستوى المنافسة في هاي السنة هاي بالذات شديد جدا. بحب أنوع شغلة واحدة، النزاهة بهاي الفعاليات، بحيث أنه كل فريق متسابق من أي دولة شقيقة صديقة دولة أجنبية نعطيه حقه بمية مية. عند توزيع المدربين في عنا إجاز دائما باستمرار قبل وبعد، أنه المدرب لازم يعطي الشيء الصحيح للمتسابق، ما يفتح مجال لأي شيء لأي معضل لأحد المتسابقين. وأنا كمان بدي أنوه آخر إشي، بشكر كل من ساهم في إنجاح هذه المسابقة. تشرفنا بالمشاركة في مسابقة المحارب الدولية للمرة الرابعة على التوالي، واحتصلنا على مراكز متقدمة في السنوات الماضية والحمد لله. وفي هذه السنة حققنا نتائج مميزة في بعض الفعاليات، وتعتبر هذه المسابقة مسابقة مميزة وفريدة على المستوى العالمي، لما تحويه من فعاليات تكسب الفرد القدرة والتحمل والصبر والرماية الدقيقة باستخدام المسدس والبندقية لمسافات طويلة واستخدام القناصات لرماية تزيد عن 600 متر. أريد أن أتقدم بالشكر لكل من ساهم في نجاح مسابقة المحارب الدولية، لما لها من سمعة طيبة للمملكة الأردنية الهاشمية. فعالياتنا اليوم الثالث كانت الأول فعالية كانت فعالية السيارة المتحركة وهي رماية أثناء المسير، والفعالية الثانية هي فعالية الأموية هي أساليب الدخول مع الرماية مع استخدام جميع معدات الدخول للأموية. الفعالية الثالثة هي السيكوبي مع رماية القناصين.
استعدادنا كان احنا على اللياقه البدنيه والصبر والتحمل وعلى الرمايات مختلف انواعها واستعدادات يعني التكتيك للفعاليات كيف استخدام تكتيك والذهن وقوه استخدام القوه العضليه مع التوافق العضلي الجسمي والله ان شاء الله تكون امور طيبه يعني ومنافسين يعني من يعني خمس افرقه من اول خمس افرقه ست افرقه يعني حسب الوضع. بالنسبه لكامل الفريق حتى انا هي المشاركه الاولى لنا بهذه المسابقه. عملنا تحضيرات كثير قبل البطوله متمثله برفعه اللياقه البدنيه بالنسبه للشباب والتركيز على الرماية. احنا لغاية الان شاركنا بحدثين وضايل علينا حدث واحد، كل يوم عم نشارك بثلاث فعاليات. بالنسبة لليوم شاركنا في مبنى اقتحام الام او اي، وهو هي مشاركة بتتمثل بسرعة الفريق، طبيعة عمل الشباب كفريق واحد، والتسلق ودقة الرماية. وشاركنا ايضا بفعالية ثانية بتعتمد على رماية للقناصين. لغاية الآن الحمد لله رب العالمين قدرنا نحصل المركز الثالث بوحدة من الفعاليات. هاي المشاركة أضافت لنا كيف نطور حالنا ونتعامل كفريق واحد مع بعض، كيف نحسن رماياتنا، كيف نعمل تكتيكات معينة قبل أي مسابقة. فطورت لنا الفكر قبل المسابقة، طورت لنا كيفية الرماية بدقة، التركيز. Действительно, мы в этом году приехали не участвовать в соревнованиях, а посмотреть, что это вообще за соревнование, что это вообще за центр. Ну вот мы здесь уже находимся несколько дней, и нам очень нравится, что здесь происходит. I'm an official here. We are judging the competition to make sure everything is goes smoothly. There's a lot of preparation goes into it. We have to validate the events, make sure that they can be run in the time that we require the guys to run them in. بالنسبة لمسابقة المحارب ومن ضمن هذا اليوم اللي هو تحدي الملك. وتحدي الملك طبعا هو من أصعب المسابقات اللي بتصير عندنا في مسابقة المحارب. لأنه المتسابق الآن بده يركض مسافة طويلة جدا حوالي 10 كيلو. وخلال هاي المسافة لازم يمر على بعض المحطات من خلالها حتى يجتاز من مرحلة إلى مرحلة لما يوصل لخط النهاية. وطبعا أنا الآن واقف بإحدى هاي المحطات، وهاي المحطة من أصعبها تقريبا، لأنه بدي يجتاز نفق مظلم، ومن خلال هذا النفق المظلم بيطلع برا. بعد ما يطلع برا راح يجد العبارة الموجودة أمامنا اللي هي عبارة مائية هناك، ويدخل من داخل المي لما يطلع من الجهة الثانية. وهاي من الصعوبات، إذا ما اجتاز هاي المرحلة راح يوقف هون وما يكمل الفعالية. اختصاصنا في بشكل عام هو في الروبوتس اللي هي الآلات المتحركة والرجل الآلي وطائرات بدون طيار عبارة عن كاميرا طائرة. شاركنا بالفعاليات السنة الماضية والسنة هذه بتمرينين، تمرين حي يعني، وكانت النتائج جيدة جدا ومرضية. المستوى المشاركة والمسابقة على حد سواء، جيد جدا، تنظيم جيد جدا، الإخوان متعاونين، وما لقينا إلا كل ترحيب يعني وتعاون في العمل. مشاركين في صوفكس أيضا، وللأعوام الثلاثة القادمة كمان نفس المشاركة في كساتك وسوفكس. حقيقة انه هذا الشيء لمسناه من اليوم الاول، مجرد ما دخلنا الى مركز خدمة الصحفيين والاعلاميين سواء المحليين او العرب او الدوليين، وجدنا انه هناك سرعة في الاداء، سرعة في اجراءات استخراج البطاقات الصحفية، كان هناك تعليمات واضحة، وكان هناك ايضا تعليمات واضحة فيما يخص وهو الأهم بالنسبة لي السلام العامي، إنه كيف نتحرك وأين نتحرك، ودائما هناك سيارات متوفرة، وهذا شيء يعني جدا يقدر. بالإضافة إنه هناك أيضا تعليمات تتعلق بأفضل أماكن ممكن إنه نوقف فيها ونلتقط الصور الأفضل. حقيقة كل هاي الأمور يعني لمسناها منذ اليوم الأول، وهذا شيء يشكر عليه، يعني جهد مشكور، وحقيقة يعني يساعدنا بشكل يعني كبير إنه نؤدي عملنا بشكل ممتاز.
وبعد مرور 5 أيام الجميع ينتظر من الفائز بجائزة مسابقة المحارب الدولية السادسة ليعود بالكأس إلى بلاده. ومع مراسم التتويج التي رعاها مندوب رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن زياد المجالي نائب رئيس هيئة الأركان في القيادة العامة، وبالصوت والصورة كونوا معنا من ميادين مركز الملك عبد الله الثاني لتدريب العمليات الخاصة كاسوتك. اسمحوا لي أن أرحب بكم وبضيوفنا الكرام والذين يشاركون الحفل الختامي لمسابقة المحارب السنوية السادسة في المملكة الأردنية الهاشمية بلد الأمن والأمان وتحت ظل راية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية. إن الهدف من المسابقة هو للفرق التي وصلت إلى هنا وتنظر إلى بعضها البعض وتبدأ بالتفكير، هؤلاء الرجال يختلفون عني ويتحدثون بطريقة مختلفة ولديهم معدات مختلفة، إنهم يختلفون عني، ومع ذلك فقد جلبت هذه البطولة هؤلاء الأشخاص، هؤلاء الفرق، وهؤلاء الأفراد معا، والتي أتاحت لهم الفرصة لينظروا إلى بعضهم البعض ويقولوا إنه مثلي أنا، إنه ينزف نفس لون الدم الأحمر وهو يحارب من أجل بلده مثلي تماما، لنفس السبب الذي أحارب أنا لأجله، وتدريبه يشبه تدريبي، وشغفه يماثل شغفي، وهو يحب أشقائه كما أحب أشقائي. لذلك نحن متشابهين ونحن نفس النوع من المحاربين، ومن أجل هذا فيمكن للمرء القول بأن هذه البطولة تأتي بالسلام، لأن السلام يأتي عندما يدرك الآخرون بأنهم لا يختلفون عن أولئك الذين آتوا من مسافات بعيدة، وهم الآن قريبون ولا يختلفون عن بعضهم البعض، وهذا يا ضيوفنا الكرام هو الهدف من هذه المسابقة. وحصلت الفرق القادمة من جمهورية الصين الشعبية على المركز الأول والمركز الثاني في المسابقة، فيما حل فريق لواء حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء الحرس الملكي في المرتبة الثالثة من بين 33 فريقا يمثلون 19 دولة شقيقة وصديقة. واشتملت مراسم التتويج على معزوفات موسيقية قدمتها موسيقات الجيش العربي وفقرات من المشاة الصامتة والقفز الحر. حضر حفل الافتتاح والختام كبار المدعوين من عسكريين ومدنيين والسفراء والملحقون العسكريون للدول المشاركة.